السيدة شحال هزيت منهم اختي، شوفوا شوفوا يلا حطوهم اختي في اكسيون بالصحة والراحة. شوفوا البنات اول مرة تلقاهم اختي هاد الكيسان، هادوك كيحمقوا يا البنات، جابوهم لي اليوم في اكسيون في ثلاثة ديال الموديلات. شوف بعد هادوك القراعات اللي كنت كنبارطاجي معكم ديال الزيت، اليوم اختي اكسيون جاب لكم هاد الموديل هذا اول مره يا البنات هنا في اكسيون. زوينين ديروا فيهم اختي الزيت العود، الزيت الزيتون، الزيت الروميه، شي حاجه زوينه البنات. راه كنقول لكم ما يمكنش تجيو لاكسيون وما تلقاوش اختي الجديد. شوفوا لي اختي، شوفوا لي البلون، شوفوا لي اختي كتحمق يا البنات، هادي حماق والهبل اليوم عند اكسيون. شوفوا لي اختي الجديد، هادو اختي ديروهم في الكوزينه، ديروهم في الحمام، ديروا فيهم هادشي ديال لي برودوي لي فروي كيما بغيتو، ديروا فيهم ديروا فيهم. ها انتم اختي جايب لكم في الباج والبيض، وجايب لكم اختي في الكحل. الناس اللي ما عارفينش راه مازال دايرين فيهم لا بروموسيون، غتكمل حتى المغدي. هادو اختي هادو زوينين البنات، لي اوز دو كويت راه كيجيو بالمخدات ديالهم، شتو راه ديال دو بيرسون وكاين ديال بيرسون، يعني كاين ديال شخص واحد وكاين ديال جوج اشخاص. ما كنجي لاكسيون كنلقى غير هاد لي سيرفيات. اليوم اختي جابوا لكم هاد لابواط هادي، هنا اختي قال لك مني تبغي ديري الماسك، وهنا اختي مني ديري الماسك كتغطيه، وهنا اختي مني كتسالي وكتغسلي شعرك كديري هاد السيرفيات. هذا هادي كامله غتبقى لكم بجوج الاورو 99 الغزالات 299. اول مره عند اكسيون كنلقى اختي النقره، هادو اختي ديرهم لبنياتكم بعينكم غامضين، ما تخافوا من حتى شي حاجه. هادو لي بوكل دوغاي ديال النقره البنات، وبثمن اللي رخيص هنايا في اكسيون. ها ما اختي جبتهم لكم، واعرين البنات، هادو راه ما تيضروش البنيات. اخيرا جابوها اليوم في اكسيون، راه كانت مقطوعه، كنت قلتها لكم البنات. اليوم اختي جابوها وجابوا لكم كونتيتي كبيره. هاد الريحه اللي واعره يا البنات، عرفتوا كتحمق. جايب لكم اختي الكحله وجايب لكم الحمراء. نقولها لكم دائما البنات، ما يمكنش تجيو اكسيون وما تلقاوش جديد. شوفوا لي جايب لكم هادو، عرفتوا بلاصه اخرى دايرين ثمن غريب، كديرهم على هذا الشكل هذا، وكيبقاو هكا الوليدات كيلعبوا ولا في لاشومبر ديالهم. زوينين هادو، جايبينهم اختي في اللوينات غير ب 19 اورو 95. ها هما اختي كيجيو بحال باراسول. اهلا وسهلا الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، اش اخباركم؟ اموركم هانيه؟ مرحبا بكم معايا فيديو جديد وميزات جداد. شوفوا لي اختي اشنو جبت لكم، اول مره تلقاهم، وهذه اختي المتتبعه ديالي. ها هما خداتهم بالصحه والراحه. زوينين البنات، عرفتوا كيحمقوا. خدات سته، خدات سته من هادو، هما زوينين صراحه. تاخدي هكا هادو ديروا بهم لي بواسون، ديروا فيهم هكا لي بواسون، وهادو على حسب سلاد هكا، سلاد خوي ديري فيهم اي حاجه هكا، يعني في تحليه ولا صافا. كتبعيني ملاح والله بصح. خديتي سته؟ سيسي هي خدات سيسي. شوف زوينين بصحه وراحه. ثاني يمكن غادي ناخذ منهم سيسي، عرفتوا عجبوني الديكور ديالهم زوين يا البنات. حمقوني ها مختي، عطيني هادو 99 سنتيم ياك، هادو 99 اه، هادو 99، هادو 99 وهادو اورو 62. هادو ما كاينش سته، ولكن معليش غادي نتيغي هادو. لا كاين، لا كاين هنا زوج وكاين هنا ثلاثه. معليش نتي بعدا هادو، انا محتاجه هادو لي باسون زوينين البنات. لا ما داروش لا ماشين لا لا فيسيل نو البنات، ما ديروهم. شوف كلشي دور معليش الصحة. هاي السيدة دات منهم هادو ستة، ديتي سيسة. أما الصحة وراحة، شوفوا الناس كلشي أختي خداوهم بصحتكم. أنا خديت ستة البنات، هاهما أختي هاي الله حطوهم زوينين. غديهم هادو ما نديهمش أنايا هاك، وغديهم خمسة اللي بقاو. بغيتي ستة بغيتي كثر؟ آه أنا بغيت ستة، ولكن معليش أنا دابا غادي نديغي هادو بعدا ستة. ملاح والله إلا ملاح، أنا غادي نكارديهم ليها تجيب ليا فانيليا وليك. عرفتوا بعض المرات البنات هي خدات هي هادو هاد السيدة. دابا المشكلة بعض المرات تنشوف واحد الحاجة وتنقول لكم ما كنهزش الباني، وتنقول لكم البنات راه عجبتني، وتنخليها في شي بلاصة زعما كنضربها. تكسر لك تكسر لك واحد. لا جيبي واحد الباني فيها خير فيها خير. خداتهم هذيك السيده، انا ما كنتش ناويه كاع غادي نبدا لكم هنايا اختي بلاصه ديال الاواني، ولكن اختي بحكم لقيت هاد الكيسان اول مره انا خديت منهم سته البنات، حيت قلت لكم راه فين ما كنبغي شي حاجه كنخليها، كنقول زعما نحطها في كش بلاصه زعما نرجع ليها، كنلقاهم داوها ليا. حطينا عرفتوا القراعي فنين غزالين، وهادو راه كيكون لي كاغاف ديالهم غير ما بقاوش البنات. نورمالمون راه قالت لي كاين الكاغاف ديالها السيده اللي خدامه هنا، قالت لي غير هو حطيناها وما بقاتش، يعني
طارت اي حاجه هنا في اكسيون كتكون زوينه راه كطير البلاصه. شوفوا بغيت نبارطاجي معكم هاد الكيسان هادو بحال هكا كان عندكم شي مناسبه ولا هذا راه الثمن ديالهم البنات غير رخيص ما واصلينش يمكن شي 2 اورو ولا ما عرفت 2 اورو شي حاجه حيت ما عرفتش البلاصه فين كاينه ديالتهم قلبت هنا ما تيبقاوش كيطيروا علاش زوينين البنات هادو بحال هكا تكون عندكم شي مناسبه عرس ولا انيفيرسير ولا شي حاجه ولا عندكم الناس بزاف ما بغيتوش تستعملوا بلاستيك تقدروا تستعملوا هادو يعني مزيانين. شو عمر اختي حاطينهم وهادو ديال هكا ديال اللوز ديروا فيهم اللوز بيستاج وداك الشيء راه فيهم كيزول لكم ايترو وميتين. هنايا البنات غادي نشارك معكم واحد الحاجه زوينه ما بقيت بزاف ديال الجديد اختي فين ما مشيت راه الشريو ديالي تابعني اختي ما باقاش دار بيا نهائيا اختي. بون البنات هادو اول مره تلقاهم زوينين هادو شوفوا ليا كيجيو على هذا الشكل هذا الشغزانات كديروا هكا فلاشوم غدير وليداتكم كيتخشاو هكا الوليدات كيبقاو يلعبوا فيهم. انا والله العلي العظيم كيعجبوني البنات والله القسم عتو كيحمقوني ولكن ما عنديش لا سباس باش نديرها يعني عندي في فلاشوم ديالي حيت سجود كتنعس معايا عندي فلاشوم ديالي لا سباس ولكن خفت نزاحم يعني تما وداك الشيء والله الا كيحمقوني وكنقول غادي ندي ليها يمكن شي وحده في الغوز 19 اورو 95 كانت صاحبتي داتها لبنتها شحال هادي زوينه البنات هانتوما راه يمكن كانوا جابوها في اكسيون شحال هادي وعاودوا دابا حطوها حيت انا بصراحه اول مره تلقاها ما نكذبش عليكم 19 اورو 95 هنا شوفوا شكل كنلقى هادو لي طابي كيكونوا المرات غير في الكحل كيكونوا في الباج حاط لكم اختي في المعروض وهادو ديال الوليدات الصغار حتى هما غزالين. وهنا اختي هاد لي بلاد هادو شوف عرفتوا هادشي ديال لي بلاد وهذا ما تيبقاوش في اكسيون البنات ما تيبقاوش بالنسبه لهاد لي طابي راه فيهم المارو والغوز والبلون. البنات حاطين بزاف ديال لي طابل زوينين بحال هكا طابل باص الا بغيتو اختي شي طابل باص ها هما اختي حاطينهم لكم اليوم في اكسيون البنات هانتوما شوفوا لي هذا الموديل هذا عجبني صراحه كيجي بحال هكا وحده كبيره وكتجي وحده صغيره شتو الغزالات كيجيو على هاد الشكل هذا زوينين كاين في هاد اللون وكاين البنات في هاد اللون هذا ها هما اختي هانتوما كاين في هاد اللون هذا فيهم جوج ديال اللوينات كاين في البيض والباج وكاين الغزالات في الكحل والماهور شتو هاد لي طابل فيهم جوج 27 كيلو 5 لا عطا نقول لكم البنات الثمن ديالهم وهنا لقيت الثمن ديالهم ها هما 19 اورو 95 وكاينه هادي طابل باص هادي طابل باص هادي دير بها وهنا ما عرفت البنات هانتوما شوف هذا اغموار 5 ديال الايطاج هذا اغموار ها هو شو هذا اغموار 5 ديال الايطاج ديروا فيه الديكورات ديروا فيه اي حاجه بحال هكا دير ليه 34 و 95 شتو. بالنسبه للطابل باص كاينه هادي وكاينه هاد الموديل هذا عرفتوا هادي شحال دايره البنات هادي دايره ليها غير 8 اورو و 95 لا 3 بي هادي هاد الطابل هادي 8 اورو 95 ها هي اختي شتو. وكاين هذا هذا زوين تا هو هذا ديروا فيه هكا ترونجيو فيه بحال هكا يعني في الكوزينه شوفوا الشكل ديال هذا موديل جديد البنات ماشي موديل بحال اللي كنت بارطاجت معكم المره اللي فاتت هذا موديل جديد داير ليه 19 اورو 19 اورو لا الاثمنه ما قادينهمش البنات هنا كيبقى ديال الاثمنه هادشي الاثمنه كلها مخربقين هنا هادو راه فيهم البيج وفيهم الابيض وفيهم الكحل فيهم ثلاثه انا البنات هزيتهم فيهم هاد اللون هذا وفيهم هاد الموديل هذا الابيض وفيهم الكحل فنين هادو يلاه جابوهم اليوم ولكن اختي الثمن ما عرفتش الغزالات بغيت نقول لكم واحد الحاجه يعني باش تكونوا عارفينها يعني هاد لي اوز دو كوبيل هادو ولهاد لي كوفغلي هادو البنات راهم بروموسيون سات سيمين هادو كتغلفي بهم لا كوبيل يعني كتخشي لا كوبيل فيهم راه مازال اون بروموسيون هاد السيمانه هادي ما غيكملوا حتى المغدي حتى الثلاث صافي مغدي والاربعه كتبدا بروموسيون جديده فهمتوا باش تكونوا عارفين ها ماركين حتى في البيض وكاين يعني ديال جوج الاشخاص وكاين ديال شخص واحد ديال دو بيرسون وكاين ديال واحد هنا لي اوز دو كوبيل البنات راه شي حاجه فنه ودائما تيجيبوا دائما تيجيبوا الجديد شتو. جيت اختي ضروري ملي كنجي هنا كنجي لهاد الغيون هذا غادي نهز لي لانجات لبنتي ضروري ناخذ ليها لي لانجات وناخذ ليها البيبرون انا البيبرون دائما البنات كناخذ ليها كناخذ ليها ديما كنبدل ليها فهمتوا اورو 89 هاد لي بيبرون هادو اورو 1.80 ما في يعني راه عندهم لي شامبوان عندهم كلشي اختي كلشي كاين في اكسيون راه اي حاجه بغيتو اختي كاينه في اكسيون. شوفوا اختي البانطوفات على مزوينات اختي شوف البانطوفات فنين
غزالين البنات هاد البانطوفات هادو. غزالات غادي نشارك معكم واحد الحاجه زوينه بون عاودوا جابوها لكم اختي، داروا ليها الغوتشوغ هاد البارفان هادي اللي واعر. انا راه عندي البنات فنه انا واخده الحمراء، انا كنت خديت الحمراء الغوج بصراحه هما بجوج زوينات ولكن انا كنت خديت الحمراء. راه عندي البنات في الدار بنوريها لكم، هي هذه انا اللي خديت مورغان زوينه بجوج، هما بجوج زوينات ولكن هذه الحمراء خطيره يا البنات. حتى الكحله كانوا قالوا لي زوينه ولكن كل واحد والذوق ديالو، الاذواق كتختلف وكتحترم. جيبينهم بحق ما لقيتش البنات البخي ديالهم، هادو هما البخي ديالهم، يمكن ندير لهم شي 15 ولا ما عرفتش شي حاجه، ولا ما عرفتش 10 اورو شي حاجه. كاينو بزاف البنات اللي شكروني على هاد لي كلوص هادو، حتى هادو زوينين. هاي السيدات vous avez déjà ici ou c'est la première fois؟ c'est la première fois. يلا غادي تجربهم. هادوك اللي قلت لكم لي غلوس البنات هما هزت منهم هادو. هادو كانوا بزاف البنات كانوا كيقولوا لي زعما زوينين في لي كومونتير ولكن ما عرفتش انا ما جربتهمش. كاين هاد اللون وكاين هاد اللون هذا، فيهم جوج فيهم ثلاثه اللون وفيهم هاد اللون. ميرسي بوكو. فيهم هاد اللون هذا شفتوا، فيهم ثلاثه اللونات، كاينين هادو وكاينين هادو. هادو لي كلاص شتو، هادو راه كنت وريتهم ليكم ولكن راه شوفوا سلعات اكسيون راه غير كتحط ما كتبقاش الغزالات. انا تنقول لكم الصراحه، تنقول لكم كنت وريتهم ليكم، راه ما تنقولش لكم هاد البرودوي جديد وانا ديجا راني مصوراه ليكم وغنقول لكم واجيو البنات راه برودوي جديد، راه نتوما كتشوفوا راه متبعيني وكتعرفوا كل شيء. فهمتوا الغزالات البنات؟ بون هادو راه داير ليهم 2 اورو و49، شوفنا 2 اورو و49. وكاين هاد لي فيغني هادو، شوف هادو سي دي فيغني هادو اختي، كاين هاد اللون وكاين هاد اللون هذا. غزالات صاحبتو لقيت بزاف الجديد ولكن هادي اختي لقيت واحد السيده هزه منهم دابا. هادو شتو الموديل اللي كنت كنشارك معاكم، هادوك شويه طوال عليهم شويه كبار عليهم. اليوم جابوا لكم اختي باكسيون هاد الموديل هذا، ولكن اختي راه شنقول لكم لقيت غير بحايده هي اللي بقات. وجايب لكم اختي هاد لي بلونش هادو شكل اطوال زوينين، هادو كديروا فيهم هكا لي كاطو وديروا فيهم اي حاجه. شفتو كان دور وانا نقول الله حتى نبارطاجي معكم البلاكيور اللي جابوا لكم اختي في الاسي انوكسيدابل. شوفوا البنات هذا راه اسي انوكسيدابل، ملي كتلقاو باش تكونوا عارفين البنات هادي ما كتلقاوش بعض المرات ما كتلقاوش اسي مكتوبه اسي، خاصكم تشوفوا هنايا مكتوبه ستيلي ستيل، يعني ستيلي ستيل راه هي اسي انوكسيدابل. هادي بزاف الحوايج بزاف الناس ما كيكونوش عارفينها، تيجيو كيشوفو كيقولو لك لا ماشي اسي انوكسيدابل، ما نديش راه ستيلي ستيل هي اسي انوكسيدابل الغزالات باش تكونوا عارفين. هاهما كاين اختي هاد الشكل ديال القلب، هادو راه دايرين غير 2 اورو شي حاجه ولا مع 3 اورو شي حاجه البنات هنايا، وكاينين في الارجونتي. هاهما كاينين حتى في الارجونتي حتى هما اسي انوكسيدابل الغزالات. كيكونوا الخواتم تيكونوا طواناك تيكونوا راه فيهم عندهم، ولكن باش نقول لكم البنات واش مزيانين واش كيصدقوا لكم زوينين ولا لا، انا عمرني ما جربتهم. البنات اللي مجربينهم كتبوا لي في التعاليق. هما كاينين هذا الشكل هذا ديال لي بوكل على هذا الشكل، كاين هذا الشكل هذا حتى هما كيكونوا حتى الخويتمات، لا فيهم لي اسي وفيهم ماشي اسي. فهمتوا البنات باش تكونوا عارفين، يعني خص كلشي مخلط. هنا حاطين لكم اختي هادو على حسب هادو زوينين. هادو بحال كتكوني ديري في ماسك ولا شي حاجه هكا في الشعر ديالك كديريهم. هما فيهم 3 شون، فيهم هذا على شكل بابيون، كاين هذا الموديل هذا وكاين اختي هذا الموديل هذا. يعني هذه قالك ديريها بحال هكا ملي تكوني ديري ماسك ولا هذا، هنايا ديريها هذه ديريها فاش ديري الماسك، وهذه اختي السيرفيات فاش تغسلي شعرك. هادو فيهم 3 البنات، هما حاطينهم ب 2 اورو 99، 3.99. وهنا حاطين الفيليلات ديال الوليدات راه كيحط ديال البنيات صغار تيحطهم غير 99 سنتيم، شتو 96 سنتيم، يعني الثمن ديالو ما تيكونش غالي نهائيا. حاطين بزاف، حاطين هاد لي بورتفي هادو يعني ديال هادو، ماشي بورتفي ديال هذا، ماشي بورتفي بورت بيجو هذا شتو، هذا كديروا فيهم لي بيجو بحال هكا. ما عرفتش كيفاش ندير الحل، هاهي الحلوله هنايا شتو، ديروا فيهم لي بيجو ديالكم تكونوا غادي مسافرين ولا هذا كديروا فيهم لي بيجو ديالكم. حاطين في اللوينات البنات شتو، حاطين في اللوينات. هنا حاطين لكم حتى هادو لي بوكل حتى هما، هادو ما عرفتش هادو النقره، هادو النقره البنات 925 ارجون، هادو نقره هادو النقره البنات شتو، راه هادو النقره شتو، اول مره تلقاهم اختي هنايا. دي ديكاس نوريان ياك، نوريان زوينه غزاله صافي، غتسمعيها في الفيديو وديري لي لايك نوريان صافي. يلاه ما تنساوش انت سميتك نورهان. نورهان
نورهان و انتيا قلتي لي واش نوريان نورهان ونوريان ديديكاس ليهم بجوج هاد غزالات واحد البنيه تتعمى حدايا مع الفاكونس راكم خارجين تشريوها يلاه بصحتكم ابنتي مع ماماتهم الله يحفظهم ليكم بون البنات انا كنت غادي صافي نحبس ليكم واخر حاجه بغيت نقول لكم هذا الثمن ديالو ما عرفتش واش قلت لكم 3 اورو البنات 2 اورو 99 وكنتمنى هذا الفيديو هذا نال اعجابكم ودايره خفيفه ظريفه مع خصكم اسماء يلاه اختي ما تنساوش لي لايك وبارطاجيو هذا الفيديو هذا فضلا وليس امرا والسلام عليكم.